لقد رقعنا ثقبا آخر. الآن سأربط الحبلين بالعصا الحديدية و انتهينا. سأطير الآن. وها سيحب تيبي هذا. هيا أسرع يا تيبي. أنا لا أعرف. افعل هذا من أجلي. حسناً. إن هذا يريحني جداً. تيبي المربوط الطائر سوف يفاجئكم الآن جميعاً على الأرجوحة. لكان هذا جميلاً لو أن سيلفستر هنا. جسمي يستحقني. شكرا على السيرك، لكنني لن أقدم العروض إلا على صديقي سيلفستر. لكن تيبي تجعلني أشعر بالحق. أنا لم أقصد هذا، الأمر أن أنا أحب القفز. التغيير صعب تيبي، لكن صديقك سيرتاح أكثر. سأفعل أي شيء لك سيلفستر، حتى القفز في مكان آخر. واو، أنت صديقي فعلا. أنت جاد؟ أنا جاد يا صديقي، لكنني آسف لأنني لن أرى عرضك. ربما تراه، ماذا لو قمنا بفتح أعلى الخيمة؟ سيكون هذا رائعاً. يبي لتيبي. لقد حطمت السيرك. ليست مشكلة على الإطلاق. هيدا سنصلح سيرك البرغوث. الحبل الآن مشدود جيداً. أنا الآن أجرب الأرجوحة وهي مدهشة. والخيمة من فوق مفتوحة للمشاهدين. تيبي انظر إلى أعلى الخيمة. واو، إنه سيركي الجميل. شكرا لوني بيلدرز على هذا المكان الرائع لأقدم فيه عرضي. من الأفضل أن أستعد. استعدوا لمشاهدة الأفضل والأروع، تيبي البرغوث الطائر الرائع. كن رائعاً يا صديقي. مدهش.